هناك حالة واحدة إضافية من مساء الامتداد أو تجزيء الكسر الجزئي التي ربما ستواجهها، لذا أفكر بأن أغطيها. هذه الحالة التي يكون فيها عامل مكرر في المقام، دعونا نرى. لقد أنشأت مسألة بسيطة هنا، إنها 6 إكس تربيع، دعوني أتأكد من القلم، 6 إكس تربيع ناقص 19 إكس زائد 15، جميع ذلك مقسوما على إكس ناقص 1 ضرب ما يجعل المسألة مثيرة للاهتمام، ضرب إكس ناقص 2 تربيع. ربما ستقول أن هذا مختلف قليلا، لأنه ماذا علي أن أفعل هنا؟ لدي هذا العامل من الدرجة الأولى لكنه يظهر مرتان، هذا ليس منطقي. على سبيل المثال ليس من المنطقي أن تفعل هذا. A تقسيم x ناقص 1 زائد B تقسيم x ناقص 2 زائد C تقسيم x ناقص 2، لأنه إذا فعلتم ذلك سيتم جمع B و C لأنهما تمتلكان نفس المقام. يمكنك فقط أن تعتبرهم كمتغير واحد، لن يكون لديك متغيران مستقلان هنا، لذا هذا لا يعتبر منطقيا كامتداد كسر جزئي لهذا. ربما أردت أن تقوم بتربيع هذه وتعتبرها عبارة من الدرجة الثانية وتتعامل معها كما في المثال السابق، لكن لاحقا سيكون عليك تجزئة هذه المسألة. إذن الإجابة هنا، وسوف أوضح لكم كيفية عمل ذلك، ربما سأتركه لكم قليلا حتى تفكروا في سبب نجاحها، هو أن نجزئها هكذا تقريبا، لكن بدلا من وجود C مقسومة على X ناقص 2 سنحصل على C تقسيم X ناقص 2 تربيع، وسأحاول أن أعطيكم بعض الأفكار لسبب حدوث ذلك. إذن التجزيء هنا سيكون A تقسيم x ناقص 1 زائد b تقسيم x ناقص 2 زائد c تقسيم x ناقص 2 تربيع. دعونا نتجاهل هذه العبارة، لكن إذا أردت أن تجمع هاتين العبارتين ستحصل على كسر نسبي الذي سينتهي إلى شيء ما ضرب X زائد شيء ما، سيكون متناسقا مع ما قمنا به في العرض الثاني للكسر الجزئي، حيث حصلنا على عبارة من الدرجة الثانية في الأسفل، وفي البسط عندما نجمع هذين الجزئين. دعوني أوضح ما أقوله، إذا أردنا أن نجمع هذين الجزئين هنا سنحصل على شيء ما مضروب في X زائد شيء ما، كل ذلك مقسوم على X ناقص 2 تربيع، وهذا متفقا مع ما فعلناه في العرض السابق، حيث قلنا أنه إذا كان لدينا عبارة من الدرجة الثانية في المقام، وهو ما إذا أردت أن تمده، فعليك أن تحصل على عبارة من الدرجة الأولى في البسط، لذا سأترك هذا هنا، إنه فارق بسيط ومن الجيد أن تفكر بسبب نجاحه. لكن الآن دعونا نحل هذه المسألة، اسمحوا لي أن أمحو بعض من هذا الذي كتبته. هذا جيد، الآن نحن جاهزون لحل المسألة. لقد أعطينا هذا الامتداد، والآن علينا أن نجد A, B و C. إذا أردنا أن نجمع هذه الكسور الثلاثة فإن المقام الموحد هو X ناقص 1 مضروبة في X ناقص 2 تربيع، هذا هو عامل ذلك، أو على الأقل المضاعف المشترك الأصغر،
لهذا وهذا عبارة عن هذا، إنه عبارة عن x ناقص 2 تربيع، ولهذا السبب بدأنا به. والبسط سيكون، دعوني أضعه بلون مختلف، A ما الذي سنضربه ب A؟ A مضروبة في x ناقص 2 تربيع، إذا حذفنا هذه سيتبقى لدينا هذه، زائد B مضروبة في x ناقص 1 مضروبة في x ناقص 2. إذا حذفنا هذه الإكس ناقص واحد مع هذه الإكس ناقص واحد، سيتبقى لدينا ب مقسومة على إكس ناقص اثنين، زائد سي مضروبة في إكس ناقص واحد. إذا تم حذف هذا مع هذا، سيتبقى لدينا سي مقسومة على إكس ناقص اثنين تربيع، وكل ذلك سيساوي هذا المكتوب باللون الأزرق، سيساوي علي أن أكتبه بخط أصغر، 6x تربيع ناقص 19x زائد 15، جميع ذلك مقسوما على x ناقص 1 مضروبة في x ناقص 2 تربيع. وكما فعلنا في مسألة، فإن المقامات تكون موحدة، لذا يمكننا أن نضع البسوط مساوية لبعضها البعض ونحاول أن نجد A, B و C. دعوني أكتب ذلك. A مضروبة في X ناقص 2 تربيع، زائد B مضروبة في X ناقص 1 مضروبة في X ناقص 2، زائد C مضروبة في X ناقص 1 تساوي 6X تربيع ناقص 19X زائد 15. هيا بنا نبدأ. والآن علينا أن نجدهم، ويمكننا فعل ذلك بنفس الطريقة التي اتبعناها في المسائل السابقة. يمكننا أن نختار قيم لـ x بحيث يتم حذف الشيئان بشكل جيد. إذا أردنا أن نجد f علينا أن نجعل b و c قابلتان للحذف. علينا أن نختار x تساوي 1، لأنه إذا كان x يساوي 1 تصبح هذه 0 وتختفي c، هذه تصبح 0، أي هذه العبارة كلها ستختفي ويتبقى لدينا هذا وهذا. لنفعل ذلك إذن، عندما x تساوي 1 نحصل على، دعوني أختار لونا آخر، A مضروبة في 1 ناقص 2 يساوي ناقص 1 مرفوعة للقوة 2 تساوي 1، إذن يمكننا أن نكتب A، هذه تصبح 0 لأن هذه العبارة ستصبح 0 إذا كان X يساوي 1، هذه تصبح 0 لأن هذه العبارة ستكون 0، إذن A تساوي 6 ناقص 19 زائد 15. الآن ناقص 19 زائد 15 تساوي ناقص 4، زائد 6 تساوي 2. الآن دعونا نرى ماذا يمكن أن نفعل. إذا جعلنا x تساوي 2 ستختفي ال a، هذه العبارة كلها ستختفي لأن هذا سيكون 0، إذن يمكننا استخدام ذلك لإيجاد c. إذا افترضنا أن x تساوي 2 فسوف تصبح هذه العبارة 0، لأن ذلك 0، هذه العبارة كلها تكون 0 لأن x ناقص 2 تساوي 0، ويتبقى لدينا c مضروبة في 2 ناقص 1 يساوي 1، إذن c تساوي 6 مضروبة في 4 تساوي 24 ناقص 38 زائد 15
تساوي واحد. لقد أوجدناها. وبالنسبة لبي الآن لا توجد طريقة واضحة لحذف العبارتين الأخيرتين دون حذف بي، لكننا قد أوجدنا كل شيء آخر، لذا يمكننا أن نختار قيمة عشوائية لإكس تجعل الحسابات بسيطة. فإذا اخترنا إكس تساوي صفر، هذا الشيء دائما لا يكون واضحا حيث يكون متشعبا في مسائل الجبر. إكس تساوي صفر وليس ثلاثة. دعوني أفعل ذلك بلون مختلف. إذا كان X يساوي صفر فعلى ماذا نحصل؟ لدينا A، لكن A تساوي 2. 2 مضروبة في صفر ناقص 2 للقوة 2، هذا يساوي 2 ضرب 4 زائد B. هذا هو ما نحاول إيجاده بالفعل. أوجدنا قيمة كل شيء، بي ضرب ناقص واحد، بي ضرب ناقص واحد ضرب ناقص اثنين زائد سي ضرب ناقص واحد تساوي صفر زائد صفر زائد 15، إذن 15. بالتالي نكون قد أوجدنا بي. حصلنا على 8 زائد 2 بي. ولا يتوجب علينا أن نكتب سي هنا، فقيمتها 1. 1 ضرب ناقص 1 يساوي ناقص 1 وتساوي 15. دعونا نرى، لدينا 2 بي تساوي 8، نقسم كلا الطرفين على 2 ونحصل على بي تساوي 4. إذن انتهينا. تجزئة الكسر الجزئي لهذا هو A، وقد أوجدنا قيمته وهي 2. إذن يساوي 2 تقسيم x ناقص 1 زائد b تساوي 4، 4 تقسيم x ناقص 2 زائد c تساوي 1، 1 تقسيم x ناقص 2 تربيع. وما فعلناه هنا مع العامل المكرر هو صحيح إذا أخذنا العبارة الأعلى درجة. فإذا كان لدينا متعدد حدود ما هنا وكان كله مقسوما على X ناقص عدد ما ليكن A للقوة 10، كله مقسوم على X ناقص عدد ما ليكن A، وهذا كله مرفوع للقوة 10. إذا أردنا أن نجزئ هذا الكسر الجزئي أو نقوم بمده، سيكون A تقسيم X ناقص A زائد B تقسيم X ناقص A تربيع زائد إلى آخره. سيكون لديك 10 عبارات. لا أعلم ما الحرف الذي أضعه ليوضح القوة، ليكن J. J تقسيم X ناقص A للقوة 10. يمكنك استخدام تلك الخاصية بشكل عام بغض النظر إذا رأيت شيء كهذا، لأن حسابه سيأخذ منك وقتا طويلا. المسألة الأكثر تشعبا التي يمكن أن تواجهها تكون بثلاثة متغيرات، وتبدو كما المسألة التي وضحتها لكم في المثال السابق أو كما وضحت لكم الآن. أي شيء متشعب أكثر من ذلك ستحتاجون لمساعدة الحاسوب فيه، لكن يجب أن تعرف كيفية القيام بذلك، لأنه إذا كنت تمتلك حاسوبا وكنت تحل مسألة حقيقية
تكون أكثر تعقيدا من هذا، فعليك أن تعرف كيفية القيام بذلك. على أي حال، أتمنى أنكم وجدتم هذا مفيداً.